لما بتسمع حضرتك أو بتشوف بعض الأصوات اللي بتتحدث عن البخاري وعن كتاب صحيح البخاري وأنت وصفته بأصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، بعض الأصوات اللي بتنتقد البخاري وصحيح البخاري بشكل يصل إلى حد البعض يصفه حد التجاوز، بتشعر بإيه وبيبقى إيه إحساسك؟ هو في الواقع أي كتاب في الدنيا وأي مؤلف في العالم يؤخذ من رأيه ويرد إلا صاحب الروضة الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فإذا كان انتقادهم لشخصية البخاري كشخصية بشرية وكإنسان لا مانع، وإذا كان انتقادهم للأحاديث التي جاء بها وقد صحت وثبتت صحتها بالشهود العدول وبمن قرأوه وبمن شرحوه فهنا لنا وقفة، لأن هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك أقول إن الذين ينتقدون الصحيح والسنن والأحاديث الواردة والتي تأكدنا من صحتها أن رأيك كان خاطئا، سأضرب لك مثلا على ذلك. حديث صحيح رواه البخاري وغيره، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وعذابهم. قالوا إن الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا معناه أن الإسلام من يقول لا إله إلا الله ينجو ومن لم يقل يحارب ويقتل. فأين دعوة السلام هنا؟ ألم يقل القرآن لا إكراه في الدين؟ هذا الحديث معناه إكراه، هذه شبهة من الشبهة. تنطلي على أي مستمع أو قارئ لأول وهلة لم يعرف معنى الحديث، وهذا ما تصديت له ووضحته وبينت أن كلمات الحديث كالآتي: الرسول يقول أمرت، من الذي يأمر الرسول إلا الله؟ فهو إذن أمر من الله. نمرة اثنين: أمرت أن أقاتل، ما معنى أقاتل؟ هل معنى أقاتل أن أقتل كل إنسان يواجهني؟ لا، كلمة أقاتل تختلف عن كلمة أقتل، لأن كلمة أقتل معناها إنسان يقتل إنسانا، لكن أقاتل معناها جماعة يريدون أن يقتلوك فتقابلهم وتجاهدهم وتقاتلهم لتردهم. فكلمة أقاتل معناها أن جماعة يقاتلونك وترد عليهم وتدفع عن نفسك. فأقاتل هنا ليس معناها أنه أمر أن يقتل، ولكن أن يرد من يحاول أن يقاتل المسلمين. هذه الكلمة الثانية: أمرت أن أقاتل الناس. من هم الناس؟ لكن اللغة العربية تقول فيه الألف واللام هنا للعهد. ما معنى للعهد؟ يعني أناس معهودين وليس عامة الناس. كان هناك أناس من أهل الأوسان يترصدون الإسلام ورسول الإسلام وكتب الإسلام ودعوة الإسلام، فهؤلاء هم الذين كان مأمورا أن يقاتلهم. وهكذا عندما يتضح معنى الحديث تنجلي الحقيقة. لكن أولئك الذين قالوا ما قالوا في البخاري إما أن يكون ما قالوه صادرا عن جهل فلم يعرفوا مثل هذه الحقائق، فنحن نعرفهم المراد حتى يفيئوا وحتى يعلموا الحق. النوع الثاني من الناس جماعة في قلوبهم مرض وغرض،
ويريدون أن يعادوا الإسلام وأن يحاربوا مصادره، لأن المصدر الأول القرآن والمصدر الثاني هو السنة، وحين يضربون صحيح البخاري يضربون الإسلام في مقتل، لأنه أصح كتاب بعد كتاب الله، والسنة هي الشارحة للقرآن. في المجلدات اللي حضرتك تحدثت عنها، المجلدات 16، حضرتك وضحت وشرحت هذه الأحاديث بشكل، حضرتك بتقول إنه حتى المواطن العادي ليس طالب يعني ليس العالم المثقف البسيط يقدر إن هو يستنبط ويفهم هذه المعاني من الأحاديث. ما هو ده اللي أنا عاوز أوصل إليه، لأن أصل اللي بيتكلم الكلام اللي سيادتك قلت عليه ده مش فاهم. فإحنا لازم ما نكتفيش بما ذكر في كتب المجلدات القيمة العظيمة، ولكن لابد أن ننزل إلى المستوى الذي نبسط فيه المعلومة. لكن هل حضرتك اخترت أن تستبعد مثلا أحاديث من أحاديث البخاري في هذه المجلدات، ولا تعاملت معها بالاختصار؟ ليس استبعادا ولكن اختصارا وإيجازا، يعني بمعنى أن الإمام البخاري رحمه الله كان يذكر الحديث الواحد عدة مرات، لأنه عنده روايات وألفاظ، ويريد أن يستوعب كل ما قاله الرسول بالتأكيد، فقد يأتي الحديث مكرراً عدة مرات، فأنا آتي على الرواية التي تجمع المعاني الموجودة في الأحاديث الأربعة، وإذا كانت له وجهة نظر في حديث من الأحاديث أذكرها أثناء الشرح، وأقدم الخمس أحاديث في شكل حديث واحد أختاره يكون جامعا له وليس استبعادا. بعض الناس يعني هذه الحملات التي تستهدف صحيح البخاري والإمام البخاري، بعض الناس لما بيسمعوا زي ما حضرتك قلت كده بعض الأحاديث وتفسيرات المنتقدين ليها بيتسرب إلى قلوبهم يعني نوع من الشك، ويبدأ يقول ما هو برضو الحديث ده يعني شكله شوية بعيد عن مفهوم الدين ومفهوم السلام ومفهوم الحب. جميع أحاديث كتاب صحيح البخاري صحيحة 100%، فلم يثبت أن سنداً من الأسانيد أو متناً من المتون كان فيه ضعف وذكره، بل إنه تحرى الدقة في الأسانيد وفي الرواة، في كل راو أخذ عنه اشترط فيه أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً خالياً من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون الراوي قد سمع من روى عنه، وليس هذا فقط، بل وأن يكون قد التقى به وثبت سماعه منه، فاشترط اللقاء أن يكون التقى بمن روى عنه وسمع منه وثبتت روايته، وهذا ما تميز به البخاري. يعني حتى بعض الكتب الصحيحة المعتمدة اكتفوا بالمعاصرة، أن يكون الراوي عاصر من روى عنه، الإمام البخاري أن يكون عاصر من روى عنه والتقى بالفعل وثبت أنه أخذ عنه وثبت لقاؤه. أحيانا بعض الناس بيتمنوا لو أن الدكتور أحمد عمر هاشم يناظر هؤلاء ليرد عليهم الحجة بالحجة فيطمئن قلوب يعني إيه المحبين، وأنا أرحب بهذا، بل أحب أن أطمئنك أنني بدأت بهذا بالفعل. يعني حضرتك لا ترفض أن تناظر أي من منتقدي الإمام البخاري وصحيح؟ نعم، ناظرناهم بالفعل، ناظرناهم بالفعل فيما مضى، وكتبي الآن أكبر شاهد على ذلك. من شاء أن يرجع إلى شرح لصحيح البخاري أو إلى الموسوعة الميسرة في رحاب السنة المطهرة أو إلى سائر الكتب وهي قرابة 126 كتابا فليرجع، وهي موجودة في المكتبات وموجودة في الجامعات وبعضها مقرر في الجامعات الإسلامية.